أكثر من 4000 جريح هم من سكنوا هنا طيلة الأعوام الماضية، وذلك بعد تلقيهم العلاج في مستشفيات شرورة بالمملكة التي فتحت أبوابها ولا تزال أمام جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. الجندي صالح الذي يقضي فترة النقاهة في سكن شرورة يخدم في المؤسسة العسكرية منذ أكثر من 30 عاما، وشارك في الحرب الرابعة ضد المتمردين في صعدة، ولا يزال يناضل ضد مشروعهم التدميري حتى اليوم. أنا أخدم في الجيش من 88 عسكري قديم، وشاركت في الطلحوثي في الحرب الرابعة، ولازلنا نقاتل الحوثي في هذا الانقلاب الذي انقلب على السلطة وعلى الشعب، ونحن مستمرين في قتاله، وإن شاء الله إنه منتهي والنصر حليفنا. ناصر المنصوري جندي آخر طويت سنينه وهو يخدم في المؤسسة العسكرية منذ أكثر من 3 عقود، وشارك مؤخرا في عدد من جبهات القتال، ويتلقى هنا الرعاية الصحية بعد إصابته. الله نشكر المملكة العربية السعودية، ونشكر الملك سلمان ولي عهده محمد بن سلمان على الرعاية الصحية الكاملة الذي قدمها لنا، وبعد ما انتقلنا من المستشفى إلى السكن الصحي قدموا لنا جميع الخدمات، نشكرهم على ذلك، ونشكر القيادة السياسية اليمنية الممثلة عبد الربه منصور ونائبه علي محسن، نشكرهم شكرا كثير. 35 جريحا يتلقون حاليا تأهيلا علاجيا ونفسيا قبل عودتهم إلى ميادين النضال للمشاركة في استكمال عملية التحرير ووأد المشروع الإيراني في اليمن. المتواجدين لدينا حاليا قرابة 35 جريح ومرافق تم استقبالهم عبر منفذ الوديعة الحدودي. الجرح المتواجدين لدينا أكملوا 70-80% من علاجهم، ولا زال يتلقون العلاج في مستشفى شرورة العام أو مستشفى الملك خالد بن نجران. لدينا عدد من الجرحى تم تأهيلهم نفسيا وعلاجيا للعودة للجبهات والقتال بجانب زملائهم. اهتمام كبير يتلقاه جرح الجيش الوطني في المملكة انطلاقا من حرصها الدائم على تقديم مختلف أنواع الدعم للشعب اليمني، وهي حقيقة تعززها الروابط المشتركة وواحدية المصير. هايل البكالي، قناة سهيل، شرورة.